كل حاجه لها وجهين، عشان كده حديث بيب جوارديولا المدرب اللي اعتقد بعض الانديه ممكن تنفق دعايه بارقام فلكيه لمجرد ان بيب جوارديولا يعمل لها اعلان يسوق عنها يتكلم عن تجربتها. لا، ده ما حصلش. بيب جوارديولا تاني مره يتكلم عن النادي الاهلي بشكل الاهلي يستحقه، وعشان كده بقول لكم الموضوع ليه وجهان. وجه عين الناس بره، وجه الناس شايفاك ازاي، وجه الاهلي حقيقته فين، ووجه اخر ناس عماله تشدك لتحت هنا. يا ابن اسمه النادي الاهلي المصري يا حبيبي، عامل لك هو قوتك الناعمه الرياضيه يا حبيبي، النادي الاهلي هو تاج كره القدم المصريه، لا اشده لتحت. جوارديولا مين يا عم؟ خلينا في الهاكس. جوارديولا مين يا عم؟ خلينا في الترند. هو ده اللي اكلنا عيش، هو ده اللي يخلينا نعمل اعلانات، انما هتقول لي جوارديولا. ولكن حديث جوارديولا ما كانش اخر حديث عن النادي الاهلي، ربما كان هنالك حديث اخر له بعض الخصوصيه، لان في بعض العبارات اللي محتاجين نقف عندها. نشوف المذيع والاعلامي الكبير التونسي هشام الخلصي وهو يتحدث عن النادي الاهلي. الاهلي المصري، وانت من الناس اللي يعني بتقدره وبتحترم بقوه النادي الاهلي ونتائجه وبطولاته. من الغباوه، من الجاهليه، من اللاوعي، وانه انسان لا يقدر الاهلي. ايه ده؟ انت بتتكلم على الاهلي. بتتكلم على اشمعنى؟ لانه الاهلي نادي كبير، قوه ضاربه في مصر وفي افريقيا. نعم. انت شوف القاب كم قلت لي؟ 12 دوري وتسعه سوبر و43 12 بطوله افريقيا على مستوى ابطال الدوري. اسمع. نعم. 12 بطولة افريقية. يعني ادارة ممتازة، رئيسها انسان محترم جدا طبعا، محمود الخطيب، وانسان هايل. نعم. وانسان يعني يفرض الاحترام مثل ما الاهلي يفرض الاحترام على اي شخص يتابع كرة القدم. الاهلي حسب اعتقادي، حسب رأيي، لا يعلى عليه. ده كلام بشوفه وكما وصفته شديد الخصوصية. ليه؟ لأن اختيار الإعلام الكبير هشام الخلصي لمفرداته شيء غير طبيعي. هو عارف كيف يعرف من يجي النادي الأهلي. الراجل قال لك من اللاوعي. عارف يعني إيه من اللاوعي؟ يعني يكون إنسان مغيب. ومن الجاهلية، بص انتقاء الألفاظ، من يقلل من قدر النادي الاهلي. عندنا كم واحد مغيب؟ عندنا كم واحد من الجاهليه؟ كتير. والاشاده تاتي من تونس للمره المليون. الاشاده تاتي من تونس للمره المليون. وكان في ناس عندها مشكله ان اسمه النادي الاهلي المصري. مش زكي هذا النادي. مش لما بنشوف أندية صندوق الاستثمار في السعودية لأن هي بتروح لفين، فنقول والله النادي ده هو اللي يستحق بالرعاية والدعم، وهو نموذج حطك في حتة تانية خالص. ومن غيره لو خرجت خالد معادلة الكرة القدم المصرية آخر 25 سنة كارثة، لن تقوم للرياضة المصرية قائمة. شوف انتقاء الألفاظ، وشوف السيرة المحمودة لكابتن محمود الخطيب. شوف هشام الخلصي وهو يصف كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي شديد الاحترام، لان ده ما بقي بعد صراع طويل كلنا كنا عارفين ان بعد كل ده لما قلنا لن ننزلق ولن نتدنى، هو ده اللي حصل فعلا. عشان كده ظللت تصف بان انت شديد الاحترام. اعتقد يعني رساله واضحه، وما أجمل النادي الأهلي في عيون الأشقاء في تونس. في عيون المنصفين عامة الحقيقة، الأشقاء في تونس والأشقاء في كل الوطن العربي لما بيكون منصف وبيكون في مرحلة الوعي، بالتأكيد بيكون كلامه عن النادي الأهلي بالطريقة دي. لأن الحقيقة أنت مش تقدر تحجب شمس النادي الأهلي بإيديك أو بكلمتين بتقولهم على شاشة فيها تعصب أو فيها عدم إدراك
لمسؤوليتك كإعلامي المفترض ان انت توصل الصورة الحقيقية للمتلقي اللي هو اصلا بيقولك اللي انت بتقوله ده مش صورة واقعية او مش صورة حقيقية، لان انت بتيجي تتكلم عن تاريخ النادي الاهلي، النادي الاكثر تحقيقا للبطولات. منصات النادي الاهلي او منصات التتويج صنعت من اجل النادي الاهلي، يعني حتى المعلقين يقولك اتعبت منصات التتويج يا الاهلي. فاعتقد الامور مش بس في تونس، الامور في كل الوطن العربي، في حتى خارج اطار الوطن العربي. وجبنا بيب جوارديولا ونجوم كبار جدا تحدثوا بالتاكيد عن النادي الاهلي بشكل مختلف وبشكل فيه قدر للنادي الاهلي يستحقه، لان النادي الاهلي معروف رقم واحد.